ازيكم يا جماعه؟ اخباركم ايه؟ الحمد لله كل سنه طيبين، عيد سعيد عليكم ان شاء الله. ما تنسوش في الايام الاخيره كده تدعو المستر خالد عربي بالصحه والسعاده، ومس خالد برضه الكمبيوتر عشان تعب معاكم قوي عشان نطلع منه انكم على الشاشه. ان شاء الله النهارده بنبدا اولى حلقاتنا في مراجعه الدراسات الاجتماعيه ان شاء الله. هو بس حصل تعديل بسيط ان الحصه دي هتبقى مكان حصه ميس غاده، ميس غاده تاخدكم باذن الله هي وهي ومستر ناصر من الساعه 12 للساعه 1. ان شاء الله النهارده بنبدا المراجعه. هنبدا النهارده بالجغرافيا. انا كنت نزلت لكم بعض الجزئيات زي دي كده على جروب الواتس. طبعا دي خريطه الهند. طبعا يا جماعه لازم سؤال الخرائط ده معروف اللي هو بنسبه 100%. طب ايه اللي هيجيلي في الخرائط؟ اللي هيجيلي في الخرائط اي خريطه في الدنيا لازم يجيلي فيها مسطح مائي، معروفه ان اي خريطه يجيلي مسطح مائي. اعرف ان الهند عندها مسطحين مائيين. اللي على اليمين ده خليج البنغال، اللي على اليمين ده خليج البنغال اللي هو نزل فيه امبارح الصاروخ الصيني. الصاروخ الصيني امبارح نزل في خليج البنغال ده. خلاص؟ يبقى على اليمين ده خليج الايه؟ البنغال، ده يمين الهند اهو. طب على شمال الهند هنا ده البحر العربي. يبقى انا عندي خليج البنغال وعندي بحر العربي. يبقى ده اول حاجه يجيكم في الامتحان. لازم في الامتحان مسطح مائي. طيب عند الهند فيها ثلاث مدن، وانا قبل كده نبهت في الحصه تنبيه ان اقسم بالله العظيم المدن في الامتحان. انت عندك يا استاذ مازن عدل 9 مدن في المنهج، 3 في نيجيريا و3 في المانيا و3 في الهند. لازم هيجي لك في الامتحان مدن. طب انا عندي ايه المدن اللي عندي؟ عندي اول مدينه عندي اللي هي مدينه نيودلهي اللي هي اللي فوق دي. نيودلهي دي العاصمه. يبقى نيودلهي دي مالها يا جماعه؟ دي عاصمة الهند. طيب عندي بومبي اللي على البحر العربي ده ميناء تجاري هام. عندي حيدر اباد بقى دي المدينة اللي فيها الآثار الإسلامية. يبقى أنا عندي كم مدينة؟ عندي 3. خلاص؟ يبقى المدن اللي عندي 3 مدن يا جماعة لازم أعرفهم. لو بصيت ماشي حضرتك، يبقى لازم نعرف ال3 مدن اللي عندي. يبقى انا عندي المدن 3. ايه المدن اللي عندي؟ حيدر اباد معايا يا باشا لو سمحت. ما عندي ال3 مدن 3، حيدر اباد خلاص ونيودلهي دي المدينه الثالثه خلاص وبومبي. لازم اعرف الفرق بين ال3. كلام واضح اهو. لازم اعرف الفرق بين ال3 مدن عشان دي في الامتحان. طب لو جينا نبص كده هيجي لي ايه كمان في الامتحان؟ هيجي لي دايره عرض. بص انا عندي دايره العرض اللي بتمر في الهند في قلبها اهي، ده مدار السرطان. لان الهند زي ما انتم عارفين من 8 شمالا ل 35 شمالا. من 8 ل 35 شمالا. تمام؟ يبقى انا عندي المدينه اللي يبقى دايره العرض اللي في الهند خلاص هي مدار السرطان. طيب اللخبطه تبقى في ايه؟ طيب خلاص اللخبطه تبقى في ايه يا ولاد؟ يبقى انا عندي ده مدار السرطان. خلاص دائره العرض اللي تحت خلاص كده دي دائرة الاستواء لان هي من 8 شمالا ل 35 شمالا. تمام كده؟ طيب يبقى انا هعرف الوقت ايه دائرة العرض الموجودة في الهند؟ مدار السرطان. هعرف ايه المسطح المائي اللي على يمين الهند؟ خليج البنغال. المسطح المائي اللي على شمال الهند اللي على شمال الهند البحر العربي. تمام؟ طيب خلاص؟ عندي بقى يا ولاد ودي اللخبطه كلها في الدول اللي حوالين الهند دي. ما تلخبطش بين بنجلاديش دي بنجلاديش هي يا ولاد وده ميانمار. اللخبطه تبقى في الاثنين دول اللي على يمين الهند بالظبط ده بنجلاديش اللي شرقها ده ميانمار. يبقى دول لو جت
يبقى لخبطه في المدينتين دول. كلام واضح اهو. يبقى انا عندي هنا ميانمار وعندي هنا بنجلاديش واللي فوق نيبال. طب لو قال لي هنا يا مازن يا عدل، لو قال لي هنا في الحته دي كده سلسله جبليه، طبعا هنا سلسله جبليه ايه يا مازن على طول؟ جبال مين يا مازن؟ جبال ايه في الحته دي؟ بين الهند والصين هنا الحته دي فيها جبال مين؟ الهيمالايا. برافو عليك. يبقى لو قال لي هنا سلسله جبليه يبقى الهيمالايا. طيب الهند بقى يا مازن اصلا فيها كم سلسله جبليه؟ فيها اتنين. هنا اهو دي الغات الشرقيه في الحته دي كده يا مازن، الغات الشرقيه. وهنا الغات الغربيه. واللي في النص مازن، مش مازن انت تلم. واللي في النص ده اهو ده هضبه الدكه. خلاص كده؟ هضبه مين؟ الدكه. يبقى انا اكلها هعرف. يبقى عندي جبال الهيمالايا اللي فوق هنا يا اولاد، هنا كده جبال الهيمالايا. دي نيبال، ده ابن جلاديش، ده ميانمار. كلام واضح. دائرة العرض هنا مدار السرطان. كلام؟ طيب بص بقى، الجبال حاضر، الجبال عندي ثلاثة، اللي في الشرق الغات الشرقية، هنا الغات الغربية، هنا جبال الهيمالايا. اللي هضبة في النص هضبة الدكر. هو نهر واحد. نهر واحد هنا اللي هو نهر الجنج، نهر مين حضرات؟ الجنج. ده يبقى نهر الجنج. تمام كده؟ خلي بالكوا بقى. طيب نخش على النقطة اللي بعد كده، اللي هي الأنشطة الاقتصادية بتاعتها. الهند فيها زراعة طبعًا، وزراعة واسعة كمان بتنتج محاصيل كتير. لو تفتكروا أيام البخور بيروحوا المحاصيل هتلاقي معظم المحاصيل لمين؟ لمين يا تبارك؟ لا الهند لا الصين، الصين للهند. صح كده؟ دول أكتر دولتين فيهم محاصيل في آسيا. عندها محاصيل سكرية زي عصب السكر. خلي بالك يا مازن، قصب السكر موجود في الهند، يعني في اسيا وفي افريقيا. امال ايه يا مازن؟ مازن مازن يا طلعت، ايه القاره مش فيها قصب سكر؟ ايه القاره اللي مش فيها قصب سكر؟ اوروبا. ليه؟ لا بيبقى عدم ملائمه الظروف ايه؟ المناخيه. برافو عليك. تمام. طب امال اوروبا فيها ايه؟ بلجر. برافو عليك. خلاص كده؟ تاني تمام، لازم نعرف موضوع السكر ده مهم جدا يا جماعه. طيب الهند فيها ثروه حيوانيه. خلاص اهم ثروه حيوانيه هناك ايه يا مازن يا عدل؟ الابقار. طب يا احمد هسالك عليه، الابقار في الهند لها قيمه، لها قيمه اقتصاديه؟ لها قيمه اقتصاديه؟ طب ليه ما لهاش قيمه اقتصاديه؟ تمام، برافو عليك، عشان الديانه الايه؟ الهندوسيه بيحرموا ايه؟ ذبح الابقار. برافو عليك. امال الثروه الحيوانيه هناك هي ايه بقى يا مازن؟ الاغنام. خلاص كده؟ وطبعا ما ينفعش هناك جاموس لان مناخها مناخ حار، وعندها طبعا خنازير. امال يا محمد الديمون، مين اولى دول العالم في انتاج اللحوم؟ الصين. برافو عليك، واعتمادهم على لحم الخنزير. برافو عليك يا ابني والله. عندها اسماك؟ ايوه عندها اسماك، بسبب طبعا طول ايه بقى؟ السواحل بتاعتها. الهند هي ثاني دول العالم سكانا. امال يا يوسف الديموني، مين أولى دول العالم سكانا؟ الصين. برافو عليك، دي تاني دول العالم سكانا. خلاص؟ طب قول. هو الهند ما عندهاش موانئ صناعية عشان فيها، عشان جبال تتضخم ربع الشرق؟ لا عندها طبعا ثروات سمكية. بص بقى، الهند بقى، الهند خلي بالك السكان بتركزوا فين؟ معروفة في أي حتة، السهول الساحلية والفيضية والمدن الكبرى زي مدينة بومبي ومدينة نيودلهي. طب ازاي الهند يا تبارك، ازاي الهند واجهت مشكله السكانيه بتاعتها؟ اهتمت بالتعليم وتطوير البحث الايه؟ العلمي. الحته المهمه يا جماعه، الهند واجهت المشكله السكانيه اللي عندها ان هي اهتمت بمين؟ بالتعليم والبحث العلمي. تمام كده؟ تمام. يا رزان الهند يا رزان، خلاص كده؟ بالعقل معظمه يقع في المناخ نهوض. ها مناخ مالي يا رزان؟ هل بحر متوسط ولا مداري؟ مداري. برافو عليك. ليه بقى يا رزان؟
عشان هي من 8 ل 35، من 8 شمالا، يعني شمال دائره الاستواء. تمام، برافو عليك. يبقى معظمها طاقه في المناخ المدينه، خلاص كده. والامطار هناك امطار موسميه صيفيه غزيره في الجنوب وتكون في اتجاه نحو الشمال. عشان كده يا مازن، يا استاذ مازن، الامطار هناك امطار موسميه، فالغابات هناك تبقى غابات ايه؟ موسميه. تنوع على الساحل الشرقي والساحل مين؟ الغرب. في حشائش في النص، في هضبه مين يا مازن الحشائش؟ الدكن، برافو عليك. هضبه الدكن فيها حشائش. طيب نخش على الثروات المعدنيه. الهند ثالث دول العالم في انتاج الفحم، وطبعا موجود في هضبه الدكن في الهند. لجنه الانتاج الطاقه النوويه والكهربائيه لافتكار البترول طبعا. طب بالعقل يا مازن، ايه اهم الصناعات اللي هناك؟ مازن، ايه اهم الصناعات؟ مازن طلع. برافو عليك. السيارات، الالات، المنسوجات، الصناعات الغذائيه، دي حاجات ثابته في اي دوله يا جماعه، بالذات لو دوله زي الهند. طيب لو جينا ركزنا بقى على علاقتها بمصر، ولازم برضو كمازن يا طلعت اركز على العلاقات بمصر يا اولاد. اي دوله هيجيبها لك، اي دوله هيجيبها لك لازم يجيب علاقتها بمصر. مفيش دوله مش هيجيب لك علاقتها بمصر، كلام واضح اهو. مفيش دوله مش هيجيبها علاقتها بمصر، ده شيء اساسي، شيء اساسي في اي امتحان. الهند بترتبط بمصر بعلاقات اقتصاديه، خلاص. مصر بتصدر لها الخامات والفوسفات، بتستورد منها. بس كده، برافو عليك. تمام. طيب نركز مع بعض يا جماعه، دي بالنسبه لمين؟ لدوله الهند. دي كانت اول دوله عندي، اللي هي دوله مين؟ الهند. لو جينا على الدوله الثانيه يا اولاد، الدوله الثانيه اللي عندي هي دوله نيجيريا. دوله مين؟ ادي نيجيريا، ادي دوله نيجيريا، نكبرها شويه كده، ادي نيجيريا. نيجيريا بقى المسطح المائي اللي عندك هو خليج غينيا. لازم مسطح مائي يا جماعه، لازم مسطح مائي. خليج غينيا فيها سهول فيضيه اللي هي سهول نهر النيجر. سهول نهر ايه؟ بينتهي في دلتا نهر النيجر. طيب يا رزان، دلتا نهر النيجر دي دلتا اهي، هل دي منطقه فيها سكان كتير ولا قليلين؟ ها بالعقل يا رزان، قليلين. برافو عليك. طب ليه؟ مع ان ميس ايه قالت دلتا اكيد سكان كتير. لا، هي فعلا سكان قليلين. ليه بقى؟ عشان الهند من اربعه شمالا. يعني ايه شمالا؟ شمال دائره الاستواء، فالمنطقه دي منطقه حاره، منطقه استوائيه. ها يبقى دلتا نهر الهند مفيش فيها سكان عشان دي منطقه استوائيه، وهنا غابات استوائيه. يبقى مناخ نيجيريا بالعقل مناخ حار. برافو عليكي. معظمها مناخ استوائي ومدني. استوائي ايه؟ ومدني، معروفه. يعني لو فيها حشائش يا يوسف هتدموني، هتبقى حشائش ايه اللي فيها؟ يا راجل هي سافانا. طب ليه سافانا؟ عشان ده حشائش ايه؟ حاره، حشائش حاره، حاره. طيب يبقى الهند او نيجيريا اسف بتمتد من 4 ل 14 شمالا. يعني ايه شمالا؟ نقول شمال دائره الاستواء، خلاص. طيب الدول اللي حواليها، من الشمال النيجر عندك اهي، من النيجر في الشمال، خلاص. في الغرب بنين، في الشرق عندك تشاد وعندك الكاميرون. يا جماعه الخرايط سؤالها لازم نضمن، الاربع درجات دول لازم نضمنه. وعلى فكره هي هتبقى ان شاء الله خريطه الدوله يا مازن، يا احمد السيد، ان شاء الله هتبقى خريطه الدوله. ان شاء الله الامتحان بتاعكم خريطه الدوله. انت عندكم ثلاث دول، كلام واضح اهو. لا مش هقول الدول ايه اللي هتيجي، بقول لك هي خريطه الدوله، ده اللي هقدر اقوله لك. طب دول ايه اللي هتيجي؟ ده مش شغلتي انا بقى. اعرف حاجه، يبقى هيجي لك بقى، يبقى عندك المسطح المائي اللي عندك في الجنوب ده خليج غينيا اللي هو تبع المحيط الاطلنطي، اللي في الشمال النيجر، اللي في الغرب بنين،
اللي في الشرق تشاد والكاميرون. تمام؟ طيب التضاريس بقى هي معظمها منطقة سهلية يعني فيها سهول. بس فيها في هنا هضبة اسمها هضبة مين؟ جوس. يبقى مين يا جماعة؟ جوس. هضبة جوس. في الوسط اهي. خلاص كده؟ يبقى الهضبة اسمها هضبة مين؟ جوس. طيب بصوا بقى أهم احنا خدنا دول الوقت بتوع الهند. أنا عاوز أجيب المدن بتاعت نيجيريا. مدن نيجيريا ثانية واحدة. خدنا دول الهند. مدن نيجيريا فين؟ ثانية واحدة يا باشا بعد إذنك. أهو بصوا معايا أقول إيه؟ لك زي ما بعد إذنك. هذا المناخ اهو. المناخ هناك مناخ مداري يشغل معظم مساحة نيجيريا. خلاص؟ وبعدين مناخ استوائي في الأطراف الجنوبية ومطر طول العام. يبقى هناك الغابات كم نوع؟ غابات استوائية ومدارية في الجنوب وحشائش السافانا. نيجيريا هي أكبر دول أفريقيا سكانا. من أكبر دول أفريقيا سكانا؟ نيجيريا. 178 مليون نسمة. ايه؟ ده لا دايرة استواء جنوبها هي من أربعة يعني أربعة شمال لغاية 14 يعني ما فيش عندك مدار سرطان لأن السرطان عند 23 ما فيش دوائر عرض رأسية بتمر فيها. اللي بيمر يحمل سيد اللي بيمر جنوبها اللي بيمر في جنوبها معايا مازن مدار السرطان دائره الاستواء لان هي من اربعه شمالا. يعني ايه اربعه شمالا؟ يعني هي شمال دائره الاستواء باربعه درجات. تمام؟ يتركز السكان في الغرب والسهول الشماليه وهضبه الجوس. طب ليه هضبه الجوس فيها سكان؟ يعني ده بقول لك هضبه ماشي بس ايه كمان المراعي الاراضي العاديه في السهول. المراعي ليه بقى؟ عشان فيها تعدين وعشان مناخها معتدل. بيقلوا فين؟ في دلتا النيجر. طب ليه بيقلوا في دلتا النيجر؟ برافو عليك. بسبب وجود الغابات الاستوائيه والظروف المناخيه القاسيه. الموارد الزراعيه الزراعه اكثر من نصف اراضي نيجيريا صلاحه للزراعه. طب الزراعه بتركز فين؟ في الاقليم الغرب. الغابات ثلث مساحه نيجيريا. ثلث مساحه نيجيريا فيها غابات. طب ايه اهم المحاصيل الزراعيه اللي هناك؟ كلها محاصيل حرب. المطاط الرز ويزرع بقى والدول بيزرعوا في الجنوب شمال مناخ الجنوب حرب. يزرع في الوسط والشمال الذره الشاميه والرفيعه والكاكاو. خلاص؟ اللي هي المحاصيل الحاره كلها كاكاو فول سوداني نخيل زيت. نعم؟ لا بس مش ده مناخ استوائي مش حر. معايا احمد يا سيد؟ معايا يا حبيبي. طيب عاد كده هو بص لنا حتى بدل حرب. برافو عليك. توجد فيها اعداد كبيره من الابقار والاغنام والماعز عشان هناك عشان السفنج. وتنتج كميه كبيره منين؟ من الاسماك. ليه؟ عشان لها سواحل على خليج غينيا وفيها انهار اللي هو نهر النيجر. تمام. ايه اهم المعادن هناك؟ القصدير وده بيهجم من هضبه جوس والفحم وده بيستخرج من المنطقه الايه؟ الشرقيه والبترول بيستخرج من الساحل الجنوبي اللي هو خليج جنوب. الصناعات هناك مش متطوره قوي. لان نيجيريا دوله ناميه زي ما انتم عارفين. هتلاقي الصناعات زي عندنا كده غزل ونسيج، تكييف بترول، صناعات كيماويه مش متقدمه قوي الصناعه في نيجيريا. تمام كده؟ طيب عاوز اجيب بس الايه؟ المدن بتاعت نيجيريا. نيجيريا يا مازن لو تفتكر فيها كام مدينة؟ ثلاثة. ثلاثة برضو. برافو عليك. ايه المدن اللي هناك؟ فاكرهم؟ افكرك مدينة أبوجا
مدينة مين؟ أبوجا هي مازن، وده العاصمة الحديثة. عاصمة إيه؟ حديثة. معايا يا أستاذ؟ ومدينة ليجوس، ودي مدينة، دي العاصمة القديمة، ودي أكتر المناطق اللي فيها سكان. مدينة ليجوس دي العاصمة القديمة، وأكتر مدينة فيها سكان، مدينة فيها تركز سكاني. ليجوس عشان عسائل، وعشان هي كانت العاصمة القديمة. معايا يا أستاذ؟ خلاص؟ ومدينة أبيدان أو إبادان اللي جوه دي. خلاص كده؟ يبقى أنا عندي كام مدينة؟ ثلاثة. إيه؟ على الخريطة هم اللي ميزة، أكبر لك الخريطة كمان. هي مازن دي كده، أبوجا اهي. شفت أبوجا؟ تحت كلمة نيجيريا في الوسطى اهي. تعال بقى على الغرب هنا يا مازن، اللي على خليج هنا بالظبط اهي، اهي خلاص. دي ليجوس على الساحل بالظبط، دول العاصمة القديمة. ليجوس دول العاصمة ايه؟ القديمة. فوق بالظبط اهي مازن اهي، إبادين. إذا أنا عندي كم مدينة؟ عندي الثلاث مدن موجودين فين؟ في الهند. من الثلاث، أيوة آسف، في نيجيريا. من الثلاث مدن الموجودين في نيجيريا؟ أيوة. وأبوجا. خلاص؟ دول الثلاث مدن الموجودين فين؟ اللي موجودين في نيجيريا. لازم يا جماعة بعد إذنكم، بعد إذنكم المرة الألف، أركز على المدن. ده حاجة أساسية في أي امتحان. كلام واضح أهو. يبقى أنا دلوقتي أخدت كام مدينة؟ احنا أخدنا ستة. تلاتة بتوع مين؟ نيجيريا والهند. طب ما تيجي كده نقول بالمرة إيه التلاتة بتوع ألمانيا؟ حد فاكر؟ مازن التلاتة بتوع ألمانيا مين؟ أول واحدة أحمد السنة بعليم هي برلين، وده العاصمة السياسية. ميونخ، وده عاصمة إقليم بافاريا في الجنوب، ودي بقى طبعا فيها الشركات والمصانع الألمانية. أيوة. عند هامبورغ بقى ده أهم المواني، هامبورغ في الغرب ده أهم المواني. يبقى دلوقتي لو هتكتبوا ورايا التلات التسع مدن أهم خدناهم. خدنا المدن بتاعت نيجيريا، قلنا أبوجا دي العاصمة الجديدة، وليجوس أكبر المدن وهي العاصمة القديمة، إبادان مركز الإدارة والتجارة والتعليم، مركز الإدارة والإدارة والتعليم، تجارة وتعليم ومواصلات هي إبادان. معايا يا باشا؟ إبادان. خلاص؟ وعندي التلاتة بتوع الهند. يبقى أنا عندي كام مدينة كده؟ تسعة. طيب نسأل واحدة واحدة بقى. يا أستاذة رزان، يا رزان بصي لي، ما هي عاصمة الهند؟ العاصمة الحالية. إيه؟ عاصمة الهند دلوقتي نيودلهي. نيودلهي دي عاصمة الهند. طيب يا أستاذة مين؟ سميرة، ما هي عاصمة نيجيريا؟ العاصمة الحالية برضه. أيوة أبوجا. تبارك، ما هي عاصمة ألمانيا؟ برلين. يبقى دول التلات عواصم. أنا كده خدت تلات عواصم. خلاص؟ طب نركز بقى المواني. يا مازن يا طلع، أهم المواني في ألمانيا ميناء؟ هامبورغ. برافو، بس لازم مواني. يا أحمد يا سيد، أهم المواني في ابتدى الهند؟ بومبي. برافو عليك، دول منائيين. برافو عليك. تمام يا احمد، يا مازن، مدينه التجاره والمواصلات والتعليم في نيجيريا مدينه ايه؟ العاصمه القديمه؟ لا ابوجا. لا، ما ابوجا ده العاصمه الجديده. ابدان. برافو عليك، يبقى ابدان. أبدان دي مدينة التجارة والتعليم والمواصلات. تمام؟ دول المدن اللي عندي. وبعد الله
ايه؟ كم واحد في اللايف يا ميسي؟ كم واحد عندك باين؟ بيبقى باين عندنا. ليه؟ اول ما هفتح ال بس ده زي زوم ده جوجل ميت. انا اول ما هنفتح يا مازن من الساعه 9 لو حصل واحد عنده ظروف في البيت مش عارف يجي من 9 هيبدا يفتح الايه؟ الواتس. نعم؟ لغايه الساعه 1. لا كل يوم. كل يوم. بعد العيد. لغايه يوم الامتحان. لا انا عاوز تيجي تعالى مش بقول لك لا. انت هتودينا في ده يا ابني. خلاص كده؟ انت قاعد بس حصل لك ظرف معين. حصل لك ظرف ومش عارف تيجي النهارده. انت الجدول هنزله لكم على الجروب. هروح منزل لك يا مازن بتكلم. هروح انا فاتح لك. هفتح الواتس جروب الواتس هروح فاتح لك اللينك. هتروح تدخل يا ابني هتخش من اللينك فاتح اللينك هتلاقي الحصه لايف. مش هتنزلها حاجه. انت بس تفتح اللينك. بس والجوجل عشان اللينك طبعا والنت خلاص هتلاقي الحصه زي ما انت قاعده كده شايفها في اخر 10 دقائق ممكن نفتح الصوت عشان اي حد عنده سؤال خلاص كده ممكن اعمل لكم واجبات وارفعها لكم وتوريها لي تمام هنبدا نتناقش انت عندك سؤال ممكن في التعليقات تكتبي لي ايه السؤال اللي انت مش فاهمها ايه الجزئيه اللي عاوزاك تشرح تاني تمام النهارده بس كده بس تجريبي بحيث احنا بنظبط الدنيا لا ما فشلتش الحمد لله شغالين اهو شغالين اهو خلاص تمام يلا يا باشا خلاص يا استاذ قلنا ايه لا تخش تاني مفيش مشكله خش تاني. من اوله تاني. واحنا بنحفظه عشان هنرفعه لكم تاني. هو المستر بيحفظه فيديو علشان يبقى عنده خبر الفيديو اللي اتفرجوا عليه. بص بقى. طب يبقى انا دلوقتي يا يوسف الدموني بص يا احمد يا احمد. اسئله الجغرافيا معروفه اهي. يبقى دلوقتي خدنا التسع مدن وعرفناها. المسطحات المائيه عرفناها اللي هي الخرايط ده لازم اساسي. ايه اللي هيجي لي كمان في الامتحان؟ اللي هيجي لي كمان امتحان علاقة الدول بمصر. لازم يجي لك مقارنة في العلاقات بمصر. أنا عندي كام مدينة؟ لا عارف في كام دولة؟ ثلاثة. اتنين يا مازن علاقات اقتصادية. مين ومين علاقات اقتصادية؟ الهند ونيجيريا. الوحيدة اللي فيها علاقات اقتصادية وعلمية وسياسية ألمانيا. ايه ما بقول لك اقتصاديه وهزود لها كمان بقى علميه وهزود لها سياسيه المانيا يعني بص على الهند علاقتنا علاقات اقتصاديه ازاي؟ بنصدر لها ايه الهند دي؟ بنصدر لها قطن بنصدر لها اسمده جلود فوسفات اللي هي الخامات المواد الخام الجلود الفوسفات الاسمده القطن نعم ايه؟ احنا بنستورد منهم ايه بقى؟ غاز القطن السمسم طبعا التوابل الهند يبقى على طول التوابل على طول بقى معروفه خلاص كده والشاي بس خلي بالك بمناسبه الشاي يا احمد السيد عبد العليم بمناسبه الشاي مين اولى دول العالم في انتاج الشاي؟ الصين برافو عليك طيب الصين ده على فكره ده محصول الشاي ده محصول ذات طبيعه خاصه ما تنسوهاش عشان بتيجي امتحانات عاوز تربه خفيفه تربه ايه؟ خفيفة عاوز مناخ أمطار غزيرة خلاص كده بس ومناخ حار ده لازم السؤال ده مهم جدا يا جماعة طيب الميزة الثانية يا مازن تمام خدنا ده الخريطة دي وعندك
دي الصناعة والزراعة. خدنا المناخ بتاع الهند، خدنا الهند تمام. ماشي يا ولاد خلاص كده تمام. النهارده كنا بنجرب اهو، بنعمل بس تجريبي ان شاء الله يبقى بعد كده معانا على طول. اعمل في 8 بقى بس. بس ما عملت في